الحمد لله ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، معشر المتابعين والمستمعين، هذه رسالة من المستشفى. أنا مع هذا العلاج الكيميائي الذي نعرفه بلاشينيو، وهي رسالة إلى جميع الناس. فنقول لإخواننا الأصحاء: أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ألا وهي نعمة الصحة التي نسأل عنها جميعا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالكثير من الناس لا يعرفون قدر نعمة الصحة إلا بعد فقدانها. ومن صور المساءلة يوم القيامة السؤال عن الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. فنعمة الصحة نعمة عظيمة، فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها وأن نستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية، وهي رسالة إلى المرضى ومن هم في حالنا، فنقول لهم: اصبروا صابروا، واعلموا بأن الله عز وجل يجزينا ويجزيكم خير الجزاء، والأجر في الصبر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. هذه شوكة صغيرة، فما بالك يعني الإنسان لما يدير شكة ويدير كذا ويدير كذا، فكل ذلك في موازين الحسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا يوم القيامة. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نهتدي ونقتدي بالأنبياء والمرسلين. فأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بالمرض 18 عاما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان من هذه الأمة، كما في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كان يقول لعائشة: ورأسا. والرسالة الثالثة، وهي رسالة إلى إخواننا أهل المرضى الذين يقومون على المرضى، نقول لهم: اصبروا وصابروا، واعلموا بأن وقوفكم مع هؤلاء المرضى هو أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها لا ثبت الله له قدمي وتزول الأقدام. فهذا الأخ الذي هو ربما غريب عنك، فما بالك بهذا المريض الذي هو في بيتك. اصبر على مرضه، اصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، واعلم بأن الله تعالى ينصرك ويرزقك بخدمتك لهذا الضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني في ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويقول: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ورسالة الأخيرة، وهي رسالتنا إلى الأطباء وإلى الممرضين، نقول لهم: بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، اصبروا على مرضاكم واحتسبوا الأجر، فالذي تمرون به والذي تعانونه ليس أمرا هينا، وإنما أجركم عند الله سبحانه وتعالى. احتسبوا الأجر في عيادتكم أو في قيامكم على المرضى بأنكم تعودون هؤلاء المرضى في كل وقت وحين. يعني أنت أيها الطبيب، أيها الممرض، لما تجي تسواني المريض دير في بالك بأن ذلك الفعل هو عيادة له بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس استنقع فيها. أسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا وأن يعافينا وأن يبارك لنا في الأطباء ويبارك لنا في المستشفيات وأن يجزيهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. آمين. بارك الله فيك.